وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الكاتب الصحفي أسامة الماجد. مساء الخير سيد أسامة. في نشرة الثالثة نتحدث بداية عن أهمية عقد القمة العربية المقبلة، خاصة في هذا التوقيت الذي تشهد فيه المنطقة أحداثا متسارعة. نعم أختي العزيزة، حقيقة الجميع يعلم أن القمة العربية 33 التي تستضيفها مملكة البحرين في 16 من مايو الجاري أهمية تاريخية بسبب الأحداث التي تمر بها المنطقة العربية والعالم بأسرة. ومملكة البحرين بقيادة سيدي جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظ الله ورعاه، وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظ الله ورعاه، تلقى على الدوام من كل الأشقاء والأصدقاء التقدير العالي لما تقوم به حيال القضايا الدولية بشكل عام والقضايا الإقليمية بشكل خاص، وتعزيز مسيرة التعاون والتكامل العربي وحماية الأمن القومي العربي في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الوطن العربي. نعم سيد أسامة، كما ذكرتم أن البحرين ومن خلال توجيهات جلالة الملك المعظم دائما تؤكد على تعزيز العمل العربي المشترك على الأصعدة كافة، كيف تقرأ دور البحرين في هذا الجانب؟ نعم أختي العزيز، أن مملكة البحرين بقيادة سيدي جلالة الملك المعظم حفظ الله ورعاه تقوم بعمل أصيل ومسؤولية تاريخية حقيقة تدعو إلى الفخر والاعتزاز، وربما يخدم تعزيز العمل العربي المشترك واستثمار كل الإمكانيات المتاحة لتحقيق حياة أفضل للشعوب العربية، ولها دور كبير وفاعل في مصير الأمة العربية ومستقبل أجيالها القادمة. فحينما تهب رياح المحن من كل جانب وتكون الأمة العربية أمام امتحان التاريخ، تجد مملكة البحرين حاضرة لمبادئها القومية العربية وموقفها من العمل الجاد والمخلص والالتزام تجاه كل القضايا التي تهم الوطن العربي من المحيط والخليج، وأن سيدي جلالة الملك المعظم حفظ الله ورعاه دور طليعي قيادي عربي في مستقبل الأمة العربية برؤيته الثاقبة وإحاطته بالرعاية والاهتمام والإسناد وفتح الطريق أمام لأفاق المستقبل الزاهر والتقدم المستمر الذي لا يقف عند حدود. مملكة البحرين دوما مصدر عطاء مهم للإنسانية. نعم الكاتب الصحفي أسامة الماجد، شكرا جزيلا لك.